بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم. المستر أستاذ زلد، شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في شرح وتبسيط قواعد اللغة. إن شاء الله موعدنا مع قاعدة جديدة عنوانها باين قدامك، The Present Perfect Continuous Tense، أو ما يعرف باسم زمن المضارع التام المستمر، وإن شاء الله هنتناوله على بركة الله كما يأتي. الأول نبدأ بالعنوان The Present Perfect Continuous Tense، أو ما يعرف باسم زمن المضارع التام المستمر. يبقى حاجتين، المضارع ده تام وفي نفس الوقت مستمر. تعال نشوف الحكاية دي معناها اولا ايه. زي ما قلنا اي زمن لازم تعرف معناه ومدلوله علشان تقدر تستوعبه ان شاء الله ببساطة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه، هو زمن يعبر عن فعل او حدث زيه زي اي زمن او فعل. ماله بقى؟ بدأ في الماضي. ده اللي يميزه بقى، ان هذا الحدث ماله بدأ في الماضي لكن لسه له اثر مستمر في الحاضر. وده الفرق ما بين المضارع التام اللي احنا خدناه في فيديو قبل كده، اللي هو بيقولوا عليه المضارع التام البسيط، والمضارع التام المستمر. المضارع التام فقط اللي خدناه قبل كده كان بيقول لك ايه، حدث بدأ في الماضي له اثر في الحاضر بس. لكن هنا زي ده حتة ايه بقى، مستمر في الحاضر. يعني هذا الاثر مش الفعل اللي مستمر، لا، ده الاثر بتاع الفعل هو اللي لسه مستمر في الحاضر. الاثر هو اللي لسه مستمر فين؟ في الحاضر. تعال نشوف النقطة الجديدة اللي جاية، وهي القاعدة اللي أنا بصيغ عليها زمن المضارع التام المستمر. لو كان الفعل بتاعي هي أو شي أو إت، هات من عندك هاز بين، ماشي، زاد مصدر فعل زاد إن جي. لو كان الفعل أي أو وي أو يو أو ذي، هات من عندك هاف بين، ودي بتاعت إيه بقى؟ القاعدة بتاعتنا، ثم مصدر فعل زاد إن جي. هل عنوان القاعدة اللي هو المضارع التام المستمر منطبقة على القاعدة نفسها؟ شوف عندك هاز بنت تديني هاز او هاز او هاف مع تصريف ثالث، دول يدوك حاجة اسمها المضارع التام، ثم المصدر زائد اي ان جي، دول يدوني الاستمرارية. يبقى عنوان القاعدة نفسه راكب على شكل القاعدة، والاتنين بيأدوا منظومة مع بعض متناغمة جدا وواضحة جدا. طيب كل زمن يا شباب ليه حاجة اسمها guiding words، الكلمات الدالة، ظروف الزمان، الكلمة لو شفتها في جملة اعرف ان هذه الجملة زمنها كذا. زمن هو المضارع التام المستمر، كلماته هي since معناها منذ، for معناها لمدة، how long مطول المدة الزمنية لان ده قلنا فيها استمرارية، وكلمة because، شايف because عمالة تحشر نفسها في كام زمن لحد دلوقتي كتير. كلمة all يا شباب معناها طوال، لما اقول all day معناها طوال اليوم، مش احنا قلنا استمرارية، لما اقول all week معناها طوال الاسبوع، لما اقول all night معناها طوال الليل. يبقى دي كلمات يا شباب لما اشوفها في جملة اعرف ان هذه الجملة مضارع تام مستمر. طبعا since و for احنا سبق وشرحنا ازاي كل واحدة فيهم بتيجي في زمن المضارع التام كان قبل كده. دلوقتي هناخدها مع المضارع التام المستمر، since ياتي بعدها بدايه مده زمنيه، وفور ياتي بعدها مده زمنيه محدده، والكلام ده احنا شارحينه في قاعده المضارع التام، وسبق وقلنا في لما كنا بنشرح المضارع التام ان المضارع التام والمضارع التام المستمر زمانين يجب انك انت تدرس الاثنين مع بعض في وقت واحد، ما ينفعش تدرس منهم واحد وتسيب الثاني، لان سبق وقلنا ان الزمانين دول كل منهم يكمل الآخر ويجعله سهل الفهم بإذن الله. طيب تعال نشوف مثال على اللي احنا بنقوله على القاعدة الحشرية اللي هي المضارع التام المستمر. فبقول لي أحمد استايرد، أحمد تعبان دلوقتي. دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها اللي هي المضارع البسيط، أحمد يشعر بالإرهاق بالتعب، ماشي. طب ليه يا عم؟ ادي كلمة بيكوز، دي كلمة دالة من الكلمات الدالة على المضارع التام المستمر. ليه يا عم هو أحمد تعبان ليه؟ ليه؟ He has been working all day، لأنه كان بيشتغل طول اليوم. يبقى كان طول اليوم شغال، هذا العمل اللي قعد طول اليوم أهو خد فترة طويلة يأدي في الحدث، ده اللي إداله استمرارية، فده مخليه دلوقتي تعبان، ماشي. يبقى دي جملتنا في المضارع التام المستمر. جملة كمان يا سيدي، هنا جبنا على أحمد فجبنا له هاز. تعال نشوف حد تاني زي they have been living in Cairo for 3 months، هم عايشين في القاهرة بقالهم 3 شهور. أدي الفاعل they، أدي have been، ثم مصدر فعل زائد ing، وبكمل وأدي for وراها مدة زمنية محددة. فوق لما كنا جايبين أحمد أهو، يبقى هي جبنا له has been، ثم الفعل work، ثم ing التي تدل على الاستمرارية، وكلمة دالة اللي هي
all day، وادي كمان كلمه because عادي جدا ممكن يجي كلمتين دالين على نفس الزمن في نفس الجمله زي ما حصل قدامي. الحاجات دي صعب تبقى نادره شويه لكنها ممكن تحصل زي ما هو موجود في الجمله اللي قدامي. المهم عندي ان الجمله اللي كانت على احمد اللي جبنا لها he has been وبعد كده مصدر فاعل زاد نجي وكملنا، او الجمله اللي كانت جايه على زي وجبنا معاها have been وبعد كده مصدر فاعل زاد نجي وكلمه دال اللي هي for ولحد اخر الجمله. المثالين دول واضحين جدا وادوني مدلول لقاعدتي اللي هي اسمها المضارع التام المستمر. انطبقت القاعده على الامثله؟ اه يا سيدي، لما كان الفاعل هي اهو جبنا معاه هاز بين، اهو جبنا معاه مصدر فاعل زاد نجي اللي هو working وكلمه داله من دول. لما كان الفاعل ذي جبنا معاه هاف بين، اه يا سيدي هاف بين اهي في القاعده، وادي مصدر فاعل زاد نجي بس طبعا الفعل ليف اخره ايه فشلناه وحطينا مكانها ان جي وكملنا، وادي كلمه داله فور اهي من الكلمات. يبقى الامثله طبقت القاعده الحمد لله. نروح لنقطه جديده، ازاي ننفي قاعده المضارع التام المستمر؟ تعال يا سيدي نشوف. قال لك لو كان الضمير بتاعك او الفعل بتاعك هي او شي او ات، هات هاز واحشر بينها وما بين بين كلمه نوت، يبقى نقول هاز نوت بين، او بعد كده هنقول هاف نوت بين، بس خلينا الاول مع هاز نوت بين ثم مصدر فاعل زاد نجي. طب لو كان الفعل بتاعك اي او وي او يو او زي، يبقى هنقول هاف نوت بين وبعد كده مصدر فاعل زاد نجي. ماشي كده بيديني قاعده نفي للمضارع التام المستمر لو كان الفاعل هي او شي او انت، شفنا شكلها ازاي، ومع باقي الضمائر شفنا شكلها ازاي. ونشوف المثال، بيقول لك حمزه يعني هي، طب نجيب لها ايه؟ هاز نوت بين، شابكين في بعض الثلاثه دول قطعه واحده. شوف هاز نوت بين يعني هازنت بين، وبعد كده مصدر الفعل بتاعك اللي هو سويم ونضيف له اي ان جي، بس طبعا سويم اخره ام يسبقها حرف متحرك، ان الام دي ساكنه فبنضعف الساكن ونضيف اي ان جي عشان نديله استمراريه. وبكمل سينس مي، وادي سينس دي كلمه داله من الكلمات الداله على المضارع التام المستمر اهي، اول كلمه في الكلمات حاطينها فوق، وبعد كده بدايه مده زمنيه اللي هي شهر مايو. ونعيد الجمله تاني نقراها تاني، حمزه hasn't been swimming since May، حمزه ما بيعومش منذ شهر مايو، يعني هو طول المده اللي عدت دي متوقف عن السباحه ما بيعملهاش. ازاي نعمل سؤال بالدبليو اتش كويستشن في زمن المضارع التام المستمر؟ يعني ازاي تعمل سؤال في كلمه استفهام موجوده؟ هنجيب كلمه استفهام وات وير وين اي حاجه، وبعد كده نجيب هاز او هاف حسب الفعل انت شغال عليه اللي هو السبجكت ده، وبعد كده كلمه بين اساسيه لانها بتكمل معايا القاعده، ثم مصدر الفعل الاصلي وزائد اي ان جي. هاز بين وهاف بين دول كتله اساسيه في القاعده، شابكين في بعض ولازم يجوا في ايه؟ في القاعده بتاعتك. الجديد هو مصدر الفعل انت بتشتغل عليه اللي بيجيبه مضاف اليه اي ان جي عشان تديله الاستمراريه بتاعت الزمن انت شغال عليه. نشوف المثال، افضل كلمه تعبر عن الاستمراريه في الاستفهام هي هاو لونج، اللي بتسال عن طول مده زمنيه لان دي ويعني معناها ومدلولها واضح في الاستمراريه. اقول لك ايه؟ هاو لونج دي كلمه استفهام. ماشي يا سيدي، علشان الضمير اللي انا شغال عليه زي فجبت معاها ايه؟ جبت هاف، يبقى هاو لونج وراها هاف، وادي زي وادي بن، وادي مصدر الفعل بيلد معاه اي ان جي، وبكمل الاخر. نقول السؤال من جديد، هاو لونج هاف ذي بن بيلدينج ذا هاوس، هما بقالهم قد ايه بيبنوا في البيت؟ كده انا بسال عن طول مده زمنيه. يبقى لما تيجي ترد يفضل انك انت تديني مده زمنيه محدده، لان انا بسال عن طول مده زمنيه، خلاص يبقى انت اديها لي محدده. هاو لونج خلاص كلمه استفهام لما باجي اجاوب ملهاش عازه معايا، ما بجيبهاش تاني. ارجع اخلي السؤال ده جمله، يعني تغير مكان الفاعل والفعل مساعد، فتلاقي زي هي اللي جت في الاول وهاف بين وراها. بص رجعت بين وهاف بيبقوا ورا بعض زي ما كانوا موجودين في الاصل، واتحرك من عندهم ايه بقى مشيت من وسطهم الضمير. من شويه كان في ما بين هاف وبين كان موجود ضمير اللي هو زي. نرجع وناكد على الجمله تاني، ادي زي اللي هو الفاعل ثم هاف بين وبعد كده مصدر فعل بيلد وبضيف له الاي ان جي وبجيب المفعول به واجيب مده فور وبعدها المده الزمنيه اللي بتاكد المده اللي استغرقها وقوع الفعل. ونرجع نقول الجمله تاني، they have been building the house for 3 months، بقالهم 3 شهور بيبنوا في البيت. انا كنت بس عن طول المده الزمنيه وزمني مضارع تام مستمر،
فلازم يعبر في الإجابة عن هذا المضارع التام المستمر. ارجع للجملة اللي قدامي هتلاقي فاعل مع have أو has been مع مصدر فعل زود ان جي مع كلمة دالة، يبقى إذن الإجابة بتاعتي رجعتني لأصل القاعدة اللي أنا شغال عليها. ونروح لشريحة جديدة وهنلاقي فيها عنوان جديد yes no question، إزاي نعمل سؤال مفهوش كلمة استفهام على زمن المضارع التام المستمر. هتلاقيه يبدأ بفعل مساعد، يا إما هاز يا إما هاف ثم الفاعل بتاعك ثم بين، ودي نقطة أساسية. يعني هاز بين وهاف بين دول أساسيين زي ما قلنا، دول كتلة مع بعضها، ثم مصدر الفعل أنت شغال عليه مع أي إن جي وعلامة الاستفهام تقفل السؤال. يبقى نقول هاز أو هاف مع فاعل مع بين مع مصدر فعل مع أي إن جي وآخر السؤال بتاعك حط له علامة استفهام. المثال بيقول هاز ألا بين doing her homework all morning؟ Has ألا been doing her homework all morning؟ هي ألا كانت بتعمل واجبها طول اليوم؟ هل ألا كانت تقوم بأداء واجبها طول اليوم؟ تعال نطبق السؤال ونشوف هل القاعدة بتاعته سليمة ولا لأ. أدي has ماشي، جبناها عشان مين؟ عشان ألا، وبعد كده اللي هي تمثل السبجكت، وأدي been أهي تمام، وأدي مصدر الفعل do، وأدي الـ ing جميل جدا، وبعد كده المفعول به ثم ظرف زمان دل على القاعده بتاعتنا. ناكد السؤال has ألا been doing her homework all morning؟ هل ألا كانت تقوم بأداء واجبها طوال فترة الصباح؟ علشان يقول لي يا إما نعم يا إما لأ. لو هقول yes يبقى هقول yes وأقلب الفاعل والفعل المساعد يبدلوا مع بعض فتبقى she has. طب ما لحد دلوقتي المنظر اللي قدامك ده yes she has، ده كده يشبه المضارع التام البسيط. عشان تأكد إن أنت شغال على المضارع التام المستمر اعمل إجابة كاملة، جملة كاملة فيها فاعل مع هاز أو هاف بين مع مصدر فعل مع أي إن جي وبكمل، فتبقى الإجابة الجديدة إيه؟ الكاملة يعني ألا هاز بين دوينج هير هوم وورك أول مورنينج، ما دي جملة مثبتة. طب لو منفية هقول إيه؟ هقول نو هاز، دي اسمها إجابة مختصرة، برضه لحد كده شبه المضارع التام البسيط. أنا عايز أفرج، لا يبقى لازم أجيب ما يدل أنه ده مضارع تام مستمر، فنجيب الفاعل ثم هاز انت بين او هاف انت بين عشان افيد النفي، ثم مصدر فعل زد ان جي، وبجيب المفعول به وبحط ايه ظرف زمان دل على القاعده، فتبقى جمله جديده الا hasn't been doing her homework all morning. لا يا عم، الا ما كانتش بتعمل واجبها طول اليوم. معلومه جديده واخده شكل ملحوظه بتقول لك خد بالك، طالما بنبدا ناخد ملحوظات، الملحوظات بتبقى مهمه جدا جدا جدا، لاني بتديني زي كده ايه، زي هنتس كده، لمحات عن او بيقول عليها بعض اساتذتنا يقول لك تكات كده حلوه في القاعده. بيقول لك ايه الملحوظه الاولى؟ الافعال التي تستغرق وقت طويل، يعني الافعال اللي بطبيعتها محتاجه استمراريه دايما نجيبها فين؟ في المضارع التام المستمر. ما هي كده كده هي افعال تفيد الاستمراريه، فنحب نجيبها في ازمنه المضارع التام المستمر. مثلا على سبيل المثال هنا فعل زي ويت ينتظر، طبيعته في ان هو استمراري. ليف يعيش، طبيعته فيها استمراري. ستادي يدرس او يذاكر، طبيعته فيها استمراري. سليب ينام. ريست يستريح او يسترخي. سيت يجلس. ستاند يقف. بلاي يلعب او يعزف، تنفع الاثنين. المهم ان الافعال اللي بطبيعتها تفيد الاستمراريه وبتاخد وقت طويل بنجيبها في زمن المضارع التام المستمر. تعال نشوف مثال على ده. بيقول لك we have been waiting at the dentist for 2 hours، احنا قعدنا منتظرين في عيادة طبيب الأسنان لمدة ساعتين. يبقى ادي الفاعل we مع have been، وادي فعل يدل على الاستمرارية بطبيعته أساسا، الفعل wait يدل على الاستمرارية، فنحب دايما نجيبه في زمن المضارع التام المستمر. ده dentist هنا معناها عيادة طبيب الأسنان، الأبوستروف اس دي تفيد إن أنت كده موجود في المكان، وادي فور كلمة دالة على المضارع التام المستمر، وادي مدة زمنية محددة، يبقى تحقق معايا المثال. ملحوظة جديدة بتقول لك ايه؟ الافعال التي تنتهي سريعا، يعني اللي من طبيعتها ما فيهاش استمرارية، هاتها فين؟ هاتها في المضارع التام البسيط اللي احنا خدناه قبل كده في فيديو سابق. يبقى الملحوظة اللي احنا فيها دي عكس الملحوظة اللي قبلها تماما. شوف المثال، او قبل المثال نشوف ايه هي الافعال اللي مش بتحتاج استمرارية. start يبدأ، خلاص انت إيه؟ لما اقول الفيلم يبدأ او بدأ، هو يقعد يبدأ كل شوية؟ ما هي مرة واحدة. ستوب يتوقف، هو يقعد يتوقف كل ايه؟ يتوقف ازاي يعني يكون فيها استمرارية؟ بيجن يبدأ زي ستارت، باي يشتري. الأفعال اللي من النوع ده اللي هي بطبيعتها مفيش فيها استمرارية يبقى خليها في المضارع التام البسيط اللي هو سبق ودرسناه في مرة قبل كده. ناخد مثال the news has started on TV، الأخبار بدأت، نشر الأخبار بدأت. هم يقعدوا يبدأوا في نشر الأخبار كل شوية
يبدأ النشر يبدأ النشر يبدأ لا هو خلاص بدأت وخلصنا، فبقت زمانها الفعالية تدل على السرعة اللي مش محتاجة استمرارية، خليها في زمن المضارع التام البسيط اللي سبق وخدناه قبل كده. ملحوظة تانية مهمة جدا جدا على القاعدة نقول كده، المضارع التام المستمر يتحول إلى مضارع تام بسيط في المبني المجهول. يعني إيه يا مستر؟ يعني شوف المثال، المثال بيقول إيه؟ آية has been cooking lunch for 2 hours. آية بتطهي بتطبخ بقال الغداء تحديدا بقالها ساعتين، ده اسمه مضارع تام مستمر. طب الجملة دي اسمها أكتف لأن الفاعل في مكانه وأدي الفعل في مكانه وأدي المفعول في مكانه لحد الآخر. خليها باسيف كده شوف هتبقى ازاي. ابدا بالمفعول به في الجمله الاصليه اللي هو مين؟ اللي هو لانش. تمام. طيب لانش دي تساوي ات، يناسبها has been cooked for 2 hours by a. الله يا مستر، دي القاعده اللي انت حولت عليها، دي قاعده المضارع التام البسيط في المبني المجهول. اقول لك ايوه. تقول طب ليه يا مستر ما خدتش خليتهاش مضارع تام مستمر؟ لان انا لو خليتها مضارع تام مستمر كانت هتبقى صياغتها صعبه جدا. ليه؟ معروف ان فيرب تو بي بيحافظ على زمن الجمله الاصليه، صح كده؟ ماشي. طب زمن الجمله الاصليه ايه؟ مضارع تام مستمر. طب يعني ايه مضارع مستمر؟ يعني المفروض الجمله تكون ايه؟ هاز مع بين مع مصدر فعل مع اي ان جي، ولسه كمان هجيب بعديهم تصريف ثالث. يعني كان المفروض ايه؟ هاز بين بينج كوكد، هاز بين بينج كوكد، بقت طويله خالص الجمله وبقت صعبه. الاسهل ان انا اخلي المضارع التام المستمر الاكتف احولها في الباسيف الى مضارع تام بسيط، وتبقى جملة لانش has been cooked for 2 hours by آية، هو التحويل للجملة اللي قدامي في أبسط أشكال وأسهلها، وده الأسهل لنا جميعا. طيب ملحوظة جديدة على قاعدتنا، بقول لك لا يستخدم، لا يستخدم ما تجيبهوش، لا يستخدم المضارع التام المستمر مع الأفعال التي لا تستخدم في زمن مضارع مستمر. يعني أي فعل ما ينفعش تخليه مضارع مستمر ما تقدرش تخليه مضارع تام مستمر، ما ينفعش. تمام. تعال نشوف مثال الافعال زي believe بمعنى يؤمن بشيء او يعتقد فيه او يصدق، forget ينسى، hate يكره، love يحب، like يحب، know يعرف، understand يفهم، seem يبدو، prefer بمعنى يفضل. الافعال دي بطبيعتها ما تقدرش انت تحطها في زمن الاستمراريه في زمن المضارع ولا الماضي ولا اي حاجه. يعني ما ينفعش اقول I am believing، ما ينفعش اقول I am forgetting، ما ينفعش اقول I am hating، ما ينفعش اقول I am loving، ما تنفعش تكون مستمرة في المضارع البسيط في المضارع المستمر. فبما انها ما ينفعش تكون مستمرة في زمن المضارع المستمر العادي، طب ازاي احطها في المضارع التام المستمر؟ تعال نشوف مثال اقول ايه. I have understood the problem، انا فهمت المشكلة. ما ينفعش اقول I have been understanding the problem، غلط، ما ينفعش نهائيا. تعال نروح لي ملحوظة جديدة وكبيرة ومهمة جدا جدا جدا، عايزين نفرق ما بين ثلاث كلمات for و since و ago. طب يا مستر for و since ماشي منطقي انك انت تجيبهم لنا او عشان نفرق بينهم، لان هما الاثنين ليهم علاقة بالقاعدتين اللي احنا خدناهم مترابطين مع بعض اللي قلنا عليهم المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. طب ايه اللي حشر ago معاهم؟ طب ده ago دي بتاعت الماضي البسيط، مالها بيهم؟ اقول لك يا سيدي، احنا لما جينا نتكلم عن الماضي البسيط ماشي، قلنا ان هو حدث وقع وانتهى وخلصنا ماشي. طيب انت رحت جايب لنا اجو دي تحشرها مع المضارع التام ليه؟ انت لما جينا نعرف لك المضارع التام فقط اللي هو المضارع التام البسيط قلنا لك عليه ايه؟ قلنا لك حدث بدأ في الماضي له اثر فين؟ في الحاضر. يعني الحدث وقع وده اللي خلى فيه علاقة لأجو بقارة المضارع التام. طيب عشان كده جايبينها نفرق ما بينها ما بين فورسز. طيب طب مالها بالمضارع التام المستمر؟ المضارع التام المستمر برضه لما جينا نعرفه قلنا عليه ايه؟ زمن يعبر عن فعل او حدث بدا في الماضي واثره لا يزال مستمر فين؟ في الحاضر. يبقى برضه اجو لها علاقه بمين؟ بزمن المضارع التام المستمر في الفكره بتاعتنا. طب تعالى نحط بقى كل واحده منهم في مكانها عشان نميزها اكتر. يعني فور يعني سينس يعني اجو، تعالى نشوفهم بالتفصيل. تعال بص على المثال ده. I lived in Sohag 3 years ago. أنا عشت في سوهاج من 3 سنين مضت. الجملة دي اسمها ماضي بسيط. إيه الدليل؟ أدي الفعل، أدي الفعل في زمن الماضي، الفعل live من الأفعال القياسية، كل عملنا إن إحنا ضفنا له دي فتحول لماضي، وأدي المدة الزمنية اللي هي 3 years وأدي ago. إيه بقى مدلول ago؟ أن الحدث وقع وانتهى، يبقى ده مدلول الماضي البسيط.
طيب تعال نروح لحاجة تاني. شوف الجملة دي بيقول لك I have lived in سوهاج since العام 2019. دي اسمها جملة مضارع تام، صح؟ اللي هو المضارع التام البسيط اللي خدناه في القاعدة قبل كده. I have lived اهي in سوهاج since العام 2019 اللي هي 2019. مدلولها ايه الجملة دي؟ المضارع التام ان الحدث بدأ، تمام، في الماضي لكن لسه له اثر فين؟ في الحاضر. يعني ده معناه ان هو عايش في سوهاج منذ العام 2000 ابتدى 2019 ولسه موجود، لسه ما سابش المكان، وده عكس المعنى اللي بتديه اجو. طب نشوف ايه باقي المثال. I have been living I have been living، ده اسمه مضارع تام مستمر in سوهاج since العام ايه 2019. يبقى دي سنس جت جملتها، سنس ينفع تجيب جمله يا اما مضارع تام يا اما مضارع تام مستمر، مدلولها الحدث بدأ في الفترة في التاريخ كذا او التاريخ اللي جايبه لك ده ولم ينتهي. يعني ده بيعيش في سوهاج من سنة 2019. طب هو احنا بنتكلم دلوقتي في سنة كام؟ ما نعرفش، لكن هو قال لك بداية الحدث، ماشي. يبقى سنس بتيجي في جملة يا اما مضارع تام يا اما مضارع تام مستمر، وبتقول ان الحدث بدأ ولم ينتهي بعد. ماشي يا سيدي، تعال نروح لفور. شو واخد بالك احنا بنفرق ما بين ايه؟ اجو وسنس وفور وهكذا. جملة فور بيقول لك فيها I have lived in سوهاج for 3 years، انا عايش في سوهاج بقالي 3 سنين. ما سابها ومشي؟ لا ما سابهاش، يبقى حدث العيش في سوهاج بدأ ولسه قاعد مع فور مضارع تام. طب نجيب ايه بقى التاني؟ I have been living in سوهاج for 3 years، ده اسمه مضارع تام مستمر. يبقى اجو بتقول ان الحدث وقع وانتهى في الماضي، سنس بتقول الحدث بدأ ولسه له اثر، لسه موجود. فور زيها بتقول الحدث بدأ، يعني الراجل ده او الشخص اللي بيتكلم بقاله عايش في سوهاج منذ العام 2019 مع سينس، او 3 سنين بمدة زمن محددة مع فور. ننتقل لملحوظة جديدة ومعلومة جديدة، واللي بتقول لك بص يا سيدي، جملة بيقول لك فيها I have slept since I came back home. ده أنا نايم منذ أن عدت إلى منزلي. ولما استضمه في جزء لسه ما قريتهوش، اقول لك ماشي حاضر بس اصبر علي. يبقى جمله هنا في طرفها الاول ايه الزمن ده؟ ده مضارع تام. طب وبعد كده في ايه؟ في سنس. وبعد كده لسه في جمله تاني، يعني حدث تاني. طب زمنها ايه؟ ماضي بسيط. يبقى كده سنس جايه في جمله فيها يا شباب فيها حدثين، صح؟ واحد في جملتها هي. دايما يا شباب لما اقول جملتها هي جمله الرابط، يبقى الجمله اللي جايه فيها مباشره، يعني ادي سنس وادي جملتها اهو، زمانها ماضي بسيط. طب الجمله في الطرف الثاني كانت ايه؟ كانت مضارع تام. يبقى الملحوظه هنا بتقول ان سينس اذا جت في جمله فيها حدثين فعلين، جملتها هي الحدث بتاعها هي، يعني اللي جاي بعدها مباشره، يبقى ماضي بسيط. والناحيه الثانيه يكون في ايه؟ مضارع تام، او اهي اللي جايه مضارع تام مستمر. I have been sleeping since I came back home. يبقى سنس لو جملتها فيها حدثين فيها فعلين، هات جملتها هي في زمن الماضي البسيط، والجملة في الطرف الآخر تخليها يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. طبعا أنا ممكن أقلب الجملة، يعني ممكن أخلي سنس هي البداية، يعني ممكن أقول سنس I came back home I have slept ماشي، أو I have been sleeping ماشي. يبقى سنس مش دايما أو مش شرط إنها تيجي وسط الجملتين، لا ممكن تكون في بداية الجملة، مش هيفرق معايا. المهم انها لو جايه مع جمله فيها حدثين جملتها هي تكون ماضي بسيط، والجمله في الطرف الاخر تكون يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. وادي القاعده اللي بتعبر اللي احنا قلناها، مضارع تام او مضارع تام مستمر سنس، وجملتها تكون ماضي بسيط، او ابدا بسنس الاول، المهم ان جملتها تكون ماضي بسيط والحدث في الطرف الاخر يكون يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. ومع ملحوظة جديدة واللي بتقول لك جملة بيقول لك ايه فيها؟ I have been playing football for 3 years. الجملة دي اسمها مضارع تام مستمر، ماشي. طب انت جايبها عايز ايه منها؟ عايز احط فيها اجو. الله، ايه معنى الكلام ده؟ مستر احنا عندنا ريرايت قاعد كتابة، ما عندناش، ما عندناش ريرايت، لكن انا عايز اقول لك لو كان عندك فكرة تبديل كلمة ظرف زمان تدخلها مكان كلمة في جملة تعمل ايه؟
طب دي جملة زمنها مضارع تام مستمر فيها فور اللي بتقول لي مدة زمنية محددة، عايز ابدلها بأجو. الله، طب دي مضارع تام مستمر، ما الأجو بالمضارع التام المستمر؟ نحلها ازاي الحكاية دي؟ ايه حلها يا مستر؟ بص يا سيدي، عندنا قاعدة، لما يكون عندك مشكلة في حكاية ان انت عايز تضع أجو اللي هي بتاعة الماضي البسيط بديل لفور اللي جاية مع جملة زمنها مضارع تام مستمر، تعمل ايه؟ هات الفاعل بتاعك ثم واحد من الفعلين دول، يا اما بيجان بمعنى بدأ يا اما ستارتد، يعني يا اما اجيب بيجان يا اما اجيب ستارتد، ما يجوش مع بعض، يا ده يا ده، ثم حاجة من الصياغتين دول، ما يجوش الاتنين برضو، جيرنت يعني مصدر فاعل زائد ان جي ده بديل، او تو مع مصدر يعني تو زائد مصدر الفعل، وبتكمل جملتك في الاخر وتروح جايب وراها ايه؟ جايب وراها اجو. تمام؟ يبقى شفت الهروب من فور وراها مده زمنيه محدده بتاعت المضارع التام المستمر الى اجو بتاعت الماضي البسيط كان ازاي؟ بنجيب الفاعل مع الفعل بيجان او اخوه ستارتد، وصياغه من الاثنين دول يا اما الجيرند يا اما تو المصدر، ثم ما يدل على الماضي هنا هو في اخر جمله فيه اجو. تعال نشوف الجمله اللي قدامنا دي حلها ايه؟ اللي هي I have been playing football for 3 years. تعال نشوف لما دخلنا لها اجو بقت ايه؟ I began أو started، يعني يا إما تجيب began يا إما تجيب started. ها playing football 3 years ago، كده أنا جبت إيه؟ جبت gerund، يبقى فاعل مع began أو started مع gerund اللي هو playing أهي اللي هي مصدر فاعل زائد NG، ثم المفعول به، وأدي المدة الزمنية اللي هي 3 years، ثم أجو لأن أجو يسبقها المدة الزمنية. دي صياغة، الصياغة البديلة ان انا اقول الفاعل مع began او started مع طول المصدر من الفعل الاصلي، ثم بكمل المفعول به والمدة الزمنية وفي اخر الجملة go، فبقت الجملة جديدة I began او I started to play football 3 years ago. ماشي يا سيدي، تعرف الملحوظة جديدة. الله، ايه يا عم الملحوظات دي كلها يا مستر؟ اهو دينا بنستفيد من القاعدة. الملحوظة الجديدة بتقول لك ايه؟ I haven't eaten fish for 3 weeks. أنا لم آكل سمك بقالي 3 أسابيع. دي اسمها جملة مضارع تام منفي وبسيطة، اللي هو المضارع التام البسيط يعني. ماشي، عايز أحط في الجملة دي مرة سينس ومرة أجو. الله، طب إزاي يا مستر؟ ده أنت جايب فور اللي بعديها مدة زمنية محددة في جملة مضارع تام منفي وعايز تبدلها لي بسنس واجو. طب ماشي، سنس ممكن نقول ان نقولهم ايه حل لهم علاقه، ده دول اخوات، دي مضارع تام ودي مضارع تام، بس في مشكله ان فور جاي وراها مده زمنيه محدده لكن سنس لا. طب مالنا بقى جو؟ تعال ناخدهم حته حته. تعال نبدا الاول بجمله سنس. هتعمل ايه يا سيدي؟ بص كده على القاعده دي، لما يكون عندك المشكله دي اللي هي مشكله تبديل سنس تحل محل فور، ايه تعمل ايه؟ تجيب، ما طبعا دي فور جاي وراها مده زمنيه محدده لكن سنس بيجي وراها بدايه المده، هات من عندك الصياغة دي it is، ثم المدة الزمنية، ثم since، وبعد كده الفاعل، وممكن تجيب last وممكن ما تجيبهاش، وبعد كده خلي الجملة اللي فاضلة ماضي بسيط. تمام؟ يعني يا مستر يعني اللي جاي ادي it is، دي قاعدة جبناها من عندنا. فين المدة الزمنية فوق؟ 3 weeks اهي 3 weeks. بعد كده هات since اهي since جبناها. بعد كده هو الفاعل، مين الفاعل؟ اي اهو جبناه. بعد كده لاست اهي جبناه. خلي الفعل ماضي بسيط، الفعل اللي هو مين؟ اللي هو هاف؟ لا، ده هاف ده بتاع القاعده، الفعل الاصلي هو ايتن، ده التصريف الثالث، رجعه لزمن الماضي البسيط، فتخلي ايه؟ ايت ايت ايتن، يبقى انا عايز ايت اهي، وادي بقى باقي الجمله وتخلص. يبقى كده انا هربت من حكايه ايه؟ المده الزمنيه المحدده اللي جايه بعد فور لبداية مدة زمنية جاية بعد مين؟ بعد سينس، واخدة شكل الجملة زمنها ماضي بسيط. فبقت الجملة الجديدة It's 3 weeks since I last ate fish. طب احنا كده حلينا مشكلة سينس يا مستر، هتحل لنا مشكلة اجو ازاي؟ تعال نشوف يا سيدي. أول حل لمشكلة اجو إن أنت تعمل جملة ماضي بسيط عادية خالص، الفاعل مع الفعل في الماضي البسيط مع المفعول به والمدة الزمنية وراها اجو. أهي I ate fish 3 weeks ago. طب الصياغات انت عمال تعملها يا مستر دي محافظه على معنى الجمله اللي فوق. الجمله الاصليه اللي كان بيقول فيها I haven't eaten fish for 3 weeks معناها انا لم اكل السمك بقالي 3 اسابيع. طب انت محافظ على المعنى في جمله سينس؟ انها 3 اسابيع منذ ان اكلت السمك اخر مره، يبقى برضو لحد دلوقتي ما اكلتوش.
ولما اقول اي ايت فيش 3 ويكس اجو انا اكلت السمك من 3 اسابيع مدت ماضت، يبقى لحد دلوقتي برضه ما اكلتوش، يبقى محافظ على الزمن. تعال نشوف اللي ورا، وده بديل اي لاست ايت فيش 3 ويكس اجو. عملت انت جبت فاعل مع لاست مع فعل في الماضي البسيط مع المفعول به، وادي المده الزمنيه وادي وراها اجو، قاعده محافظه على المعنى، محافظه على الزمن، بمعنى انا اخر مره اكلت السمك من 3 اسابيع عد. ينفع الصيغه الاخيره ذا لاست تايم اخر مره، دي معناها كده، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل في زمن الماضي البسيط ثم المفعول به، ولازم ان هو تضطر تجيب انت عندك ايه بقى، اما تقول was او where، المهم بس طبعا عشان ذا لاست تايم فلازم اجيب was بس، وبعد كده تجيب المده الزمنيه وتروح تجيب وراها ايه ago. فبعد الجمله ذا لاست تايم اي ايت فيش was 3 weeks ago، اخر مره اكلت فيها السمك كانت من 3 اسابيع مضت، يبقى محافظه على زمن الجمله، محافظه على زمن الجمله. وبكده يكون انتهى شرحنا لقاعده المضارع التام المستمر، وان شاء الله انتظرنا في مزيد من شرح وتبسيط قواعد اللغه بتاعتك مع اكسبرت تيتشر، معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر عزت. ان شاء الله انتظرنا في المزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.